السلام عليكم. المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة تسترجع ما قيمته أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات تبييض الأموال. عودة بالفيديو إلى القضية التي عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والتي مكنتها من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال التجارة التبغ. التحريات المنجزة من قبل محققي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة كشفت عن الأسلوب الإجرامي والمتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال. وللإشارة أن نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية بتاريخ 29/4 يعني أفريل 2024 أسفرت عن إيداع 12 شخص رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.